واحد اللي يقول راني مع الرئيس ويفتخر رمز تاع الدوله ديالو، وكانه هناك بعض الاصوات من حين الى اخر تريد تعقيد عباد الله. ما عندنا حتى عقده، بالعكس عندنا مفخره، لاننا لما التقينا في دعم رئيس الجمهوريه هو لقاء في دعم مسار الاصلاحات نتاع البلاد عن طريق هذا الرجل اللي تلاقينا في 99. احنا في 99 ما لم نكن لا من المهرولين، قال الجماعه راهي تجري اجري، ولا من المتسولين كشبه الواحد يروح باش يدي حويجه، ما كناش ننتمي لهذا الاطياف. الطيف الوحيد اللي كنا فيه هنا قبل 99 كنا معرضين، وهنا في نفس القاعه هذه سي محرز على باله بها ابن خلدون مع لي بونتي، لما كانت الحملات تندار على الجزائر في الخارج عند الجيران وطايحين علينا يجرونا في المؤسسات الساميه تاع البلاد، الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات السياسيه، وقفنا هنا بالصدور مفتوحه بدون سلاح وقلنا لا للتدخل الاجنبي، وطيحنا كل المؤامرات مع اطياف المجتمع المدني، وبقينا نخدموا بنفس الوتيره نتاع الصلح في البلاد والامن وعوده الاستقرار و لا كونسوليداسيون دي انستيتيون دار ريبوبليك كلها سياديه وغيرها والبقاء، هذا هو المهم. الشفافيه بقات ببانها محلوله وما رضختش امام نيران الارهاب او التعقيدات اللي كانت تجينا في شكل وصفات دي زوردونونس من الخارج. كل مره تجي اوردونونس تاع حقوق الانسان، اوردونونس تاع الفساد، كل مره باش يبعثوا لنا، وبقينا نعمل على نقطه راه اشتركوا فيها كل لا كونسيونس يا شباب، الوعي. احنا ما نخاطبوش الناس بالهروله وتوزيع الارباح قدر ما نخاطبوا الناس بلا كونسيونس اللي جيناها عند رئيس الجمهوريه في 99 لما جلسنا معاه في احد المقرات نتاع الحمله قبل ما تبدا مده ساعه ونصف، وحنا نتكلم على كبرى القضايا في البلاد حتى التعديل تاع الدستور انذاك قبل ما يترشح، وجدنا في شخصيه هذا الرجل البعد الكبير في تجفيف منابع الارهاب واثار الدم والدمار في البلاد وعوده الجزائر للوضع الطبيعي واعاده النظر في جزائر قويه من خلال شبابها عن طريق التاهيل البشري واعاده اعطائها موقعها في الساحه الدوليه. واليوم نسال من هذاك الوقت لليوم ديروا الحصيله يا جماعه، لان الحصيله ماهيش تاع وحده وبوتفليقه ماهوش تاع قرار واحد ولا زوج قرارات ولا ثلاثه. سي توت اون بوليتيك دان بوبل دان ايطا. البلاد كانت راكعه، التامر الخارجي كان داير فينا الضل على الحدود، انا نشفى نهبط الطياره الدوله قريبه منا لساعه وكلكم تعرفوها، والله العلي العظيم لكانت سيارات الشرطه تحاصر الطائره الجزائريه حتى تحشم بروحك. تحشم. اليوم تهبط بالقدر. بالاحترام، بالجلاله. يبقى بعض التحديات صغيره اللي مربوطه بالتنميه واضحه، ولكن شتانا بين واحد ينزل يحطوه في نهايه المدرج بالطائره تاع ايرالجيري والشرطه دايره به، وشتنا بين اليوم لواحد هابط والفاليزه في يده ويتنعنع